العادة مع الشركة احنا ترى بعد السلام نقول صباح الخير، ايه، لانه يعني مؤسس هذه الشركة، وكذلك احنا نعتقد ان شاء الله انها تجعل الانسان في خير وفي صحة، ولذلك ايضا نضيف صباح الخير، يمكن تعرفوا السبب. على كل حال، الموضوع الرئيسي طبعا راح يكون عن مادة هذه المادة اسمها المشروم أو الفطر أو الجانودورما لوسيديوم اسمها العلمي أو اللاتيني، أو باللغة اليابانية يسمونها الرايشي، أو باللغة الصينية يسمونها لينغزي، يعني عدة أسماء، ولكن كل هذا الأمر يتعلق بالمشروم أو الفطر أو الجانودورما لسيديوم. ورح نحاول يعني نتحدث ببعض النظريات العلمية التي تقول أن هذا المشروم غذاء ودواء واستثمار. غذاء نعني مادة غذائية، ودواء لأنه يعتبر من الأعشاب الطبية العلاجية، بل يسمونه أو يطلقوا عليه في الصين واليابان، لأنه مصدر هذه الأمور الصين الأعشابية بالذات، يطلقوا عليه ملك الأعشاب ورقم واحد حتى يصنف عندهم علميا. لكن عادة في البداية يعني أنا أريد أقول للناس، للأسف ترى الناس عندهم مفهوم خاطئ. هذا الكتاب كما ترون عنوانه الغذاء يصنع المعجزات، لأنه وقر في ذهن الناس أنه حقيقة الدواء فقط هو الدواء الذي نعرفه وليس الغذاء. الأصل يا أخوة أنه الغذاء هو داء ودواء. الأصل يا أخوة أنه الجسم السليم في العقل السليم مبني على الغذاء. الأصل يقول أيضا الخبراء: قل لماذا تأكل، أقول لك كيف تفكر، كيف صحتك. فهذه المسألة أحيانا تختلط عند الناس. عموما تجد كتاب آخر الفيتامينات والمعادن دليلك إلى الصحة، وهذه من أكبر المشاكل التي نعانيها في صحتنا، هذه نطلق عليها ما قل وزنه وغلي ثمنه، يعني الفيتامينات والمعادن. ومن يذهب إلى بيته من هذا المكان ويأخذ أي روشتة الدواء في بيته، ماذا تجد مكتوب في هذه الروشتة؟ فسفور، زنك، كالسيوم، فيتامين دال، فيتامين ألف، فيتامين بي 12، حمض الفوليك، شو هي هذه؟ هذه أصلها مصدرها الصحيح هو الغذاء، وهو المصدر الذي كان من المفروض أن نحن نحصل عليه من الغذاء. لكن للأسف يعني دخلت عندنا عادات كبيرة، بعضها خاطئة، وإن كان يمكن أحيانا يغلب على هذه العادات للأسف الخاطئة. وأنا أقول للناس بدل ما نذهب نزور مريض أو قريب بتمر جميل جدا غني بالفيتامينات والمعادن، نأخذ عبوة للأسف حلوة قد تكون ب200 أو 300 ريال، بينما أغلى كيلو تمر يمثل لنا 40 أو 30 ريال سعودي، وهو غني بالقيم الغذائية أيضا. عندنا ترى عادات كثيرة ودخلت إلى جسمنا مواد كيميائية كثيرة، شئنا أم أبينا، نتيجة البيئة الملوثة، نتيجة العادات الخاطئة، عوادم السيارات، المكيفات، وأيضا الغذاء كما قلت الخاطئ. هذا الأمر يؤدي إلى ماذا؟ في جسم الإنسان طبعا أنا فقط أعطي نظرية مبسطة، في ذرات وجزيئات وإلكترونات. عادة هذه الإلكترونات خلقها الله في جسم الإنسان مرتبطة، كل زوجين منها مرتبطة برابطة، مثل الرجل
والمرأة مثل الذكر والأنثى. هذا وضعها الطبيعي في جسم الإنسان كما قلت نتيجة التسمم والملوثات والذي هو واقعنا. يعني أقصد صعب أنك تخرج نفسك من هذا الواقع، تتكسر هذه الإلكترونات أو تنفصل عن بعضها البعض وتتحول إلى يعني جزيئات سالبة وبعضها موجبة، فتحاول أنها تبحث عن شيء، الموجب يبحث عن سالب يلتصق به والسالب يبحث عن موجب يلتصق به، ولذلك تعيث فسادا في جسم الإنسان وبكمية وبتدرج بسيط جدا جدا، وتنتج يقولوا أكثر من 70 أو 80 مرض، منها الضغط العالي والمنخفض والسكر والروماتيزم والسرطانات نتيجة هذا، لأنها تعطل وظائف جسم الإنسان. الكلى تتعطل، الكبد تتعطل، الدورة الدموية تتعطل، وهذه تسمى باللغة العربية الجذور الحرة، وباللغة الإنجليزية لمن يريد أن يأخذ معلومات عنها أكثر الفري ريديكلز معروفة، وإن كان المعلومات تجدوها غزيرة باللغة الإنجليزية وقليلة جدا باللغة العربية، لكن على كل حال قد يكون اليسير والقليل متوفر منها. ما هي الجذور الحرة وماذا تعمل أو كيف حقيقة تعبث في جسم الإنسان؟ طيب، كما أنه هذا الأمر علميا موجود، هناك حقيقة علمية تقول أنه في مواد أيضا هي مواد يسمونها قوية أو مضادة للأكسدة، لأنه ترى الجذور الحرة هذه بحكم جسم الإنسان فيه الأكسجين وعايش على الأكسجين يصير فيه أكسدة، والأكسدة هذه كما قلنا هي تؤثر على جسم الإنسان وتأتي بأكثر من 60 أو 70 مرض. فقالوا أيضا هناك في مواد مضادة للأكسدة، والمواد المضادة للأكسدة للإنصاب هي موجودة أيضا في البرتقال، موجودة في الحبة السوداء، ولكن كما هي موجودة وكما البشر عندنا في بشر ممتاز وفي بشر جيد جدا وفي جيد وفي مقبول، أيضا في الغذاء أيضا هناك الغذاء درجات، يعني يفضل الله الغذاء على بعضه البعض درجات، ونجد حتى في التمور درجات وفي العسل درجات وهكذا. وإن كان الحفاظ على القيمة الغذائية لابد من عدة أشياء رح نتحدث عنها، كيف يزرع، كيف يصنع، كيف يحفظ حتى نحتفظ بالقيمة الغذائية. عموما المشروم أيضا الدراسات تقول أنه من أقوى الأشياء المواد مضادة للأكسدة، ليس هذا فقط، يعتبر المشروم غذاء كامل لأنه يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والدهون والبروتينات كما قلنا، والبروتينات أنواع، منها بروتينات أحماض أمينية أساسية وفي أحماض أمينية غير أساسية، وجسم الإنسان لا يكون الأحماض الأمينية الأساسية وهي توجد فقط في اللحوم والدواجن والبيض، ولكن عادة الخضروات إلا ما ندر منها لا توجد الأحماض الأمينية الأساسية، ولكن هذا أيضا العنصر النباتي المشروم توجد فيه الأحماض الأمينية الأساسية. وكذلك الدهون، في نوعين من الدهون، في دهون يطلق عليها المشبعة والدهون الغير مشبعة. الدهون المشبعة اللي من مصدر حيواني مثل الزيوت، الدهون التي تتجمد ترونها، المصدر النباتي مثل زيت الزيتون وزيت السمسم، وأيضا الدراسات تقول أن الدهون الغير مشبعة مثل زيت الزيتون والسمسم أفضل للإنسان لأنها ما تسوي انسداد في الشرايين. أيضا يتميز هذا الأمر أنه في كمية كبيرة من الدهون أيضا الغير مشبعة، بالإضافة في أكثر من 200 مكون من هذه المعادن والفيتامينات، ولها عدة أسماء راح نستعرض فقط بعضها، ومن يريد أن يزداد أيضا عندنا ويب سايت يستطيع أن يزداد. نحن الآن راح نتحدث إن شاء الله عن هذا الأمر من خلال هذه القضية.
يعني راح نتحدث عن الشركة والمنتج، وراح نتحدث عن طريقة التسويق لمن يريد أيضا أن يدخل أو يجمع كما نقول عادة بين الصحة والمال، لأنه التسويق الشبكي أيضا هو تسويق جديد في عالمنا العربي، ورح نشرحه. وهو باختصار، أنتم الآن في قاعة لم تؤجروها، لم تدفعوا إيجار للمكتب، فقط تأتوا وتصبحوا أعضاء وممكن تسوقوا هذا المنتج صحيا وماليا في جيزان، في الخبر، في الدمام، في الرياض، في جدة، في البحرين، في قطر، في الإمارات، وهكذا في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلندا، في ألمانيا. الشركة، ولماذا نبدأ بالشركة؟ لأنه أنا دائما أقول يا أخوة، أي منتج قوي أو أي منتج نريد نتعامل معه، علينا أن نبحث أيضا من الشركة التي تقف وراء هذا المنتج، لأن قوة أو ضعف هذا المنتج مرتبطة أيضا بقوة أو ضعف الشركة. قوة هذا المنتج الصحي أيضا مرتبطة بطريقة الزراعة، طريقة التصنيع، طريقة الحفظ، في المسألة في غاية الأهمية. ثم المنتج قيمته راح نتحدث عنها إن شاء الله. فهذه بعض الصور التي ترونها هنا عن الشركة في ماليزيا، وأنا حظيت بزيارة هذه الشركة قبل شهرين، وهي تملك حقيقة هذه المزارع وهذه المباني وهذه حتى المصانع. وأيضا رأيت ميزة هذه الشركة أنها هي التي تزرع المشروم، وهي التي تصنع هذا المشروم وتدخله في المنتجات التي ترونها أمامكم هنا. المشروم هذا يدخل في الشامبو، المشروم هذا أيضا يدخل بهذا الزيت، المشروم أيضا يدخل في النوع الآخر من الشامبو، أيضا المشروم يدخل في هذه القهوة 3:1، قهوة جاهزة للشرب، أيضا يدخل في قهوة سودا بدون سكر وبدون حليب، لأنه يريد الإنسان يعيش مع هذا المنتج. أيضا يدخل في الكاكاو هذا، ويدخل أيضا في البودرة، ويدخل في كثير من المنتجات، يدخل أيضا في الصابون، يدخل المنتج أيضا في معجون الأسنان. فهو يدخل في منتجات كثيرة، ولكن لأنه أيضا مؤسس الشركة يهتم بالمنتجات الصحية، أدخل هذا النوع من العصير وهو نوع معروف وما فيه المشروم، وأدخل أيضا أدخل فيها المشروم بهذه الطريقة. وتجد المنتجات ليست فقط مقبولة من حيث الطعم، بل لها تأثير إيجابي. يعني أنا مثلا أتعامل مع هذا المنتج، أخذ بمقدار معلقة يوميا أضيفها في القهوة السوداء، وأخذ من هذه الطحالب 3 إلى 4 حبات، وأضيف هذا الأمر في حليب دافي لأنه سهل الذوبان لهذه المادة، وأتعامل معه كل يوم صباحا. تعاملت مع الشامبو أنا شخصيا، وقضى لي على أكثر من حاجة، منع القشور بشكل يكاد يكون 100% بدون مبالغة، وأيضا نمى عندي شعر، وكان عندي صلع بنسبة 30 إلى 40%، الآن قضى عليه بنسبة 90%. وكذلك معجون الأسنان أنا شخصيا تعاملت معه، لأنه أيضا أنا مريض سكر، وعادة مريض السكر قد تصير عنده التهابات في الفم، فالحمد لله هذه الالتهابات زالت من عندي كتجربة شخصية. وأيضا أولادي تعاملوا مع هذا المعجون، وأنا أتعامل مع هذه المنتجات، قضى أيضا على التسوس الذي يعانوا منه الأولاد نتيجة أكلهم الحلويات. عموما هذا قلنا شعار الشركة، الشمس المشرقة، التفكير الإيجابي، ولذلك نقول صباح الخير. والأخضر يدل على الخصوبة والنمو، والأزرق وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيضا الشركة كما قلنا شركة ليست حديثة، تأسست عام كما ترون 1993 على يد دكتور ماليزي، شكله أصول صينية ولكنه ماليزي، والشركة في ماليزيا.
وهذا الطبيب الدكتور عفوا مش طبيب يعني عنده شهادة دكتوراه متخصص فيما يطلق عليه الطب البديل اليوم. في اليوم يطلقوا الطب بديل، بعضهم يقولوا له الأصيل وبعضهم يقولوا له المكمل، أيا كان فهو الطب فرض نفسه الآن، وبعبارة أخرى أن الناس رجعت إلى الشيء الطبيعي. على سبيل المثال دولة مثل ألمانيا عندها وزارة حتى للطب البديل، وألمانيا على مستوى أوروبا تكاد تكون الدولة رقم واحد، تشجع بدرجة كبيرة على الطب البديل. أما الدول الآسيوية الصين والهند واليابان وكوريا وماليزيا، والطب البديل الآن يدرس في كل الجامعات في أوروبا وأمريكا، وهو بعبارة رجوع إلى الأشياء من 3 ملايين عضو وليس مليونين، هذه معلومات قديمة. وأيضا عندها أكثر من 50 أو 51 مكان في العالم، بدءا من الفلبين، أمريكا، أستراليا، وكما قلنا الشركة تملك كل منتجاتها، وهذا راح يكون واضح. هذه أيضا نبذة عن الدكتور وتخصصاته والشهادات التي حصل عليها، وهي أيضا دلالة على قوة الشركة. وعندما يكون صاحب الشركة متخصص في هذا المجال يضفي أيضا قوة، وعندما يكون متخصص في الطب البديل أو الطب الطبيعي لا شك أيضا يضفي قوة أخرى. هذه طبعا الفروع راح تجد هنا ألوان صفراء، هذه كانت في السابق هذه الدول الأكثر استهلاكا، الفلبين، أمريكا، أستراليا، إندونيسيا، الولايات المتحدة. ولذلك راح تجدوا هنا الفلبينيين كثير يتعاملون مع هذا المنتج، لأنه هذا الأمر عندهم من 10 أو 11 سنة. ولفت نظري أن الشركة هذه تنجح في الدول الفقيرة نجاح كبير جدا، لأنهم وجدوا أن هذا الأمر يعطيهم صحة، وعبارة أخرى يقلل لهم الأدوية وقيمتها، وأيضا أدخل التسويق الشبكي، وأيضا كان وسيلة أخرى للكسب أو للحصول على المنتج بسعر شبه مجاني أو حتى أحيانا مجاني. هذه قلنا الشركة قوتها تملك 100% من المزارع، تملك 100% يعني تملك مصانعها بالكامل، وهذا ما رأيته، وأيضا تمتلك التوزيع بالكامل، وهذه ميزة راح تجدونها في التسويق الشبكي، يعني قضت على الموزع، تاجر الجملة، التاجر اللي بعده، الدعاية والإعلان. ولذلك هي ضمنت منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة عندما نقارن منتج صحي بمنتج صحي. يعني لو قارنت أي منتج صحي في الأسواق هنا وغيره هنا راح تجدوا عبوة مثل هذه لا تقل عن 300 أو 400 ريال، بينما هنا تحصل على 7 أو 8 منتجات فقط ب 200 ريال، لأنها تعتمد طريقة التسويق الشبكي، وأيضا لا يوجد احتكار ولا توجد دعاية وإعلان بمليارات، لأن ترى الدعاية للمنتجات تبلغ أحيانا مليارات وليس ملايين، فقضوا على هذا الأمر فوفروا المنتج. هذه نظرة الشركة أنها تكون في 150 دولة في 2010، وأعتقد أن هذا الأمر قريب جدا، لأنه من تجربتي مع الشركة في سنة أو أقل من سنة انتشرت الآن في أكثر من 20 أو 30 دولة فقط في فترة سنة واحدة، بل تجد الآن أفرع الشركة في السعودية في 10 أفرع، بدءا من جيزان وينبع وجدة والرياض فرعين، والكبر والدمام والجبيل، في الدولة الواحدة حتى لها أكثر من 10 أو 12 فرع. هذه الشهادات اللي نراها، اللي يعرف بهذه الشهادات حقيقة يشعر أنه هذه أيضا قيمة كبيرة للشركة، وبالتالي قيمة كبيرة للمنتج. الشهادة الأولى شهادة مزاولة التصنيع الحسن، وزارة الصحة ماليزيا. المقصود بهذا أنه كيف يزرع المنتج، كيف يصنع المنتج، أماكن التصنيع، دخولها، هل العاملين عندما يدخلوا يلبسوا يعني كمامات على رؤوسهم ولا لا، هل يلبسوا في يدهم يعني اسمها إيش هذه
ايه القفص القفازات عفوا، نعم ام لا، دورات المياه هل هي قريبة ام في الخارج، لان كل هذا الامر له علاقة بمزاولة التصنيع الحسن او النظافة او الفود هايجين، وهي مسألة في غاية الاهمية، لان المنتج عندما يصنع ويزرع بهذه الطريقة نستطيع ان نحافظ على قيمته الفعالة. وانا دائما اقول للناس خذوا احسن منتج واحفظوه في حرارة ورطوبة عالية، يفقد قيمته الغذائية مهما كانت ميزات هذا المنتج. فمزاولة التصنيع الحسن، وهذه الشهادة ليست شهادة بسيطة، للحصول عليها الأمر يستغرق بين سنة وسنتين. ولا أخفيكم القول أنه كثير من المصانع في دولنا لا تملك هذه الشهادة، بل عندما أقول كثير أكثر من 95%. الشهادة اللي بعدها الآيزو، وهي أيضا من سنغافورة، وإن كان يا أخو أنا دائما أقول الآيزو ليس لها علاقة بالمنتج النهائي والجودة. الآيزو هو في الدرجة الأولى يتحدث عن نظام إداري جيد وممتاز، صحيح يقود إلى الجودة، ولكنه لا يتحدث عن المنتج كم نسبة البروتين فيه أو هل فيه رصاص ولا ما فيه. هذه المسألة ليست من اختصاص الآيزو، هذه من اختصاص مثل التصنيع الحسن أو من اختصاص الشهادة هذه التي ترونها هنا، إدارة السلع العلاجية أستراليا، وهي إدارة حكومية تتعامل مع هذه المنتجات أو أي منتجات يصرح لها بالدخول في أستراليا بصفة علاجية أو عشب علاجي أن تحصل على هذه الشهادة، وهي من أصعب الشهادات. بعبارة أخرى، الـ 34 منتج ليست كلها موجودة الآن في دولنا، ولكن قريبا راح تكون موجودة، يتعاملوا معها مثل ما يتعاملوا مع إنتاج الدواء، وهو درجة عالية جدا من الجودة والسلامة، أكثر حتى من الشهادة الأولى، لأنه الدواء مكلف وغالي، وبالتالي طريقته ليش؟ لأنه هذا المنتج يدخل بعض الدول على أساس أنه عشبة طبية، ولذلك يسمونه ملك الأعشاب، ويدخل في بعض الدول على أساس أنه مادة غذائية مساعدة، منها أمريكا منها كذا، وبعض الدول لا تدخله على أساس أنه مادة عشبية طبية، ميزة علاجية يعني، بالإضافة إلى أنه غذاء، وبعضها تقول فقط هذا غذاء. ولذلك هذه الشركة تحرص أن تحصل على شهادات أقوى حتى، ومن دول مختلفة كما ترون، من أطراف محايدة حتى تستطيع أن تدخل كل دول العالم، تأخذ أقصى المتطلبات. فإذا أخذت أنت أقصى المتطلبات ما عندك مشكلة أنك تدخل في أي دولة بمتطلبات أقل، لأنه أنت لماذا؟ لأنها أصبحت شركة عالمية دولية، وهذا ترى طبيعة التسويق الشبكي اللي راح نتحدث عنه في النهاية إن شاء الله. هذا الرجل أكيد تعرفونه، يعني تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ هذا رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد. الرجل هذا فقط لو يريد يتصور مع الشركات في ماليزيا، وعددها أكثر من 150 ألف شركة، لما كان عنده وقت، ولكن عندما يتصور مع شركة يقول أنه هذه الشركة أعطت قيمة لماليزيا وتعطي قيمة كبيرة في خارج ماليزيا، يعني أنها تمثل دولة ماليزيا. وهذه مسألة ليست سهلة أنه أي شركة تحظى بصورة مع رئيس الوزراء. نعم، بالإضافة في ماليزيا في لجنة تسمى لجنة الأغذية الحلال، يرأسها أيضا رئيس الوزراء سابقا مهاتير محمد، حاليا رئيس الوزراء الحالي، وهي من أفضل الدول في العالم الإسلامي التي عندها برنامج كامل للغذاء الحلال، وليس المقصود بالذبح الحلال، لا، مقصود بكل طريقة التصنيع. ولذلك ليس غريب تجده في الأسواق الأشياء اللي تأتي من ماليزيا، سواء كان ملح أو غيره، مكتوب عليه حلال، لأنه يريد يقول لك كل المواد المضافة والحافظة خضعت
للتأكد من هذه اللجنة العليا، وعندهم برنامج كامل، وماليزيا من أقوى الدول في هذه العملية. هذا في الشركة. الآن نأتي إلى المنتج اللي هو الجانودورمالوسيديوم أو الفطر أو المشروم أو عيش الغراب. وكنت في زيارة لجمهورية مصر العربية قبل 3 أشهر، لأنه أنا أيضا خريج من كلية زراعة صناعات الأغذية، وعندي دبلوم أيضا من بريطانيا في الأغذية، وعندي ماجستير عالي، وعملت كثيرا بالجودة، ورأست مختبرات أغذية، فهذا مجالي وتخصصي على كل حال. فوجدت في مصر كتاب ولفت نظري، سبحان الله، الكتاب كان مفروض أحضره، اسمه المشروم أو عيش الغراب غذاء دواء استثمار. وهذا لرجل مصري حضر رسالة دكتوراه قبل 13 سنة اسمه الدكتور محمود حنفي، ويقول أن المشروم هذا ممكن يكون غذاء كامل، كما أنه ممكن يكون أيضا دواء، لأنه زي ما قلنا يحتوي البروتينات والكربوهيدرات والبروتينات والمعادن والفيتامينات، وهي هذه مكونات جسم الإنسان. عموما هذا المشروم منه 38 ألف فصيلة مكتشفة في العالم، فقط منها 2000 قابلة للأكل غير سامة، لأن الفطر أصلا هو سام يعتبر، ما عدا هذه الأنواع وجدت غير سامة. أحيانا تجد الفطر هذا حول مكيفات، تجدوها لون أخضر أو أسود، هذا هو الفطر. أحيانا تجدونه عند حواض الغسيل في البيوت لون أخضر أو أسود، هذا للأسف هو الفطر. ومشاكل الفطر كثيرة جدا، السام أقصد، تؤدي إلى الأسمة أو عملية الالتهابات أو عملية الصدر، هذه السامة. طبعا هذه 2000 نوع الغير سامة، منها الفقع في دولنا، ومنها هذا الكمعة، ومنها أيضا المن، ومنها منه 38 ألف فصيلة. من 38 كما ترون 200 تحتوي على قيمة غذائية وطبية أو علاجية، وهذا ليس غريب، لأنه كما قلنا الغذاء يصنع المعجزات. هذا الرجل، أنا نسيت أحدثكم عن قصة الرجل هذا، هذا الكتاب طبعا مترجم لعالم في الأغذية أسترالي عاش في أمريكا. هذا الرجل عندما كان عند عمره 15 عاما أصيب، أو 14، أصيب بمرض عضال، وقالوا له الأطباء ما عليك إلا أن تنتظر الموت، يعني لا يوجد علاج. فمر عليه رجل حكيم مرة ومرتين وثلاث، وشاف هذا الشاب مبتئس، فسأله، قال له هذا الأمر، قال له انكب على الخضروات والفواكه وراح أعود لك بعد 2 أو 3 أسابيع. فعلا عاد له الرجل، عادت له الحياة، فاقتنع أنه الغذاء داء ودواء. تعاملنا مع الغذاء كيف؟ مسألة في غاية الأهمية. عموما وجد الرجل هذا الدكتور ليم 6، وهي ذات اللون الأحمر، تحتوي على قيمة أعلى غذائيا وطبيا وعلاجيا، ولذلك نقول أنه هذا في أكثر من 200 مكون، كل مكون له قيمة غذائية وله قيمة علاجية، راح نتحدث فقط عن بعضها. هذا التاريخ، المشروم عبر التاريخ، أو الفطر معروف عند الأغريق وعند الفراعنة وعند العرب وعند المسلمين، ولكنه معروف أنه أكل الأغنياء، أو حتى يقولوا أكل الملوك، لأنه ما كان يتوفر بكميات زراعية إلا في 10 سنوات الماضية في اليابان وفي الصين وفي ماليزيا وفي أمريكا، وأنتجه مركز بهذه الطريقة. هذه الأمور التي ترونها هي أمور مهمة جدا، وأرجو أن تتمعنوها. الأمر الأول أن المشروم هذا ليس له أي أعراض جانبية. لماذا؟ لأنه هو مثله مثل البصل والثوم والبقدونس، ويعني هو غذاء في الأصل حتى على المدى الطويل. لكن هناك قاعدة نقول لا إفراط ولا تفريط. حتى الأكل السليم لو الإنسان تناوله بكميات كبيرة يجهد جسمه،
وبالتالي الكلى والكبد والدورة الدموية وملايين العمليات الحيوية في جسمك لا تستطيع، وبالتالي يتراكم بعض السموم التي في هذه الأغذية في داخل جسمك، وقلنا تعيد في الجسم فسادا. ولكن بدون إفراط ولا تفريط وتوازن نستفيد من الغذاء السليم. أما الغذاء الغير سليم تأكدوا أنه في حقيقة الأمر هو ضار، ونمارس كثير منه للأسف. في قصة عندما كنت في بريطانيا، رجل إنجليزي طبعا سمع مثل ما نسمع أن الجزر فيه بيتا كاروتين أو يؤدي إلى فيتامين ألف، وأن هذا الفيتامين مفيد للبشرة للعيون، عنده فوائد كثيرة. فقال لماذا لا أنكب على أكل الجزر، وكان يأكل في اليوم كيلوين أو 3 كيلو. بدأ جسم هذا الرجل يصفر، ثم بدأت السموم تتراكم، ثم فارق الرجل الحياة، لأن ترى السموم التي تخرج في البول والبراز والعرق وغيرها هي نتيجة العمليات الحيوية في جسم الإنسان. لكن لو أنت أكلت كميات كبيرة ما يستطيع جسمك يفرز هذه السموم، فيبدأ بعضها يخرج وبعضها يتراكم. ولذلك نقول لا إفراط ولا تفريط. الشيء الثاني خاصية التطبيع العام، موازنة وظائف أعضاء الجسم. أحيانا المصطلحات عندنا باللغة العربية ما أقول ما هي قوية، ولكن في النواحي العلمية ليست محددة. باللغة الإنجليزية هذا يسمونه regulator، منظم. يعني عندما تقول شيء regulator خلاص يعرف أنه هذا منظم. هذا الأمر هو فعلا منظم لجسم الإنسان. بعبارة أخرى، لو عندك ضغط مرتفع ممكن ينزل الضغط ويعمل توازن في جسمك. أيضا لو عندك ضغط منخفض ممكن يرفع هذا ويعيد التوازن. لماذا؟ لأنه هذا يتعامل مع جسمك، مع أعضاء جسمك، مع الكبد، مع الكلى، مع الدورة الدموية، مع ضخ الدم من القلب، مع الشرايين، وبالتالي يعيد لك هذا الخلل ويعيد لك هذا التوازن. يعني بعبارة أخرى يعيدك إلى فطرتك. وهذا ترى الأصل في الغذاء السليم والصحيح الخالي من المواد المضافة والحافظة والمبيدات. ولذلك نحتاج إلى شيء يحل لنا هذه القضايا، لأنها أصبحت أمر واقع، ولا يمكن يا أخوة للأسف نتفاداها. تجيب لابنك مشروب غازي وجيب لابنك عصير برتقال طبيعي 100% من مزرعتك حتى، وعصر البرتقال تجده ينكب أو يفضل المشروب الغازي. فعندنا عادات، فنحتاج نحل هذه الأمور بأشياء أخرى. استخدامه لا يتقيد بعضو أو مرض معين أو سن معين، لأنه فعلا هو علاج صحيح، لأنه الغذاء علاج، لأنه يعالج وظائف الجسم ويعيد لها التوازن، ليس لأنه دواء وليس له. قلنا هذه مراحل إنتاج المشروم، وأنا أيضا رأيت هذه المراحل، فوجد أنه في المرحلة الأولى في مكونات أحيانا ما تكون في المرحلة الأخيرة، فدمج فأصبح الفطر هذا أو المشروم أو الجانودورما يجمع بين هذه المراحل. هذه أخوة المكونات الطبيعية، هذه فقط جزء من المكونات. مثلا هذه البولي سكرايتس اللي يفهم هي جاية من الكربوهيدرات من النشويات، وهذا النوع وجدوا أو علميا معروف أنه مضاد أيضا جيد جدا للسرطان، كما أنه لأشياء أخرى. وكان عندنا طبيب هندي في الإمارات قبل شهرين أو شهر ونصف، فيقول كان يحدثه طبيب هندي آخر عن هذا المشروم ويريد يقنعه بأثره وقيمته الغذائية والعلاجية، فظل يقول يحدثنا 2 أو 3 سنوات ولم اقتنع بهذا. ومنها يقول انه هذا مضاد قوي جدا للسرطان، لانه ينشط زي ما قلنا الخلايا ويخرج السموم ويزيد المناعة، ولذلك هو مضاد قوي جدا للسرطان. فقال صديقه عنده جارته او اخته هندية اصيبت بمرض سرطان في الدم، وحالتها على قوله كانت صعبة جدا أو شبه ميؤوس منها،
ولكن هو يقول وأنا أقول أنه لا تقطع العلاج مع هذا الأمر، هذا ليس علاج، هذا غذاء يتميز بالقيمة، ولذلك سواء كنت مريض سكر أو غيرها، لكن راجع الطبيب والطبيب راح يقول لك قلل أو كذا. فيقول جانا هذا، قلت له والله عندي طبيب هندي له سنتين أو 3 سنين يحدثنا عن هذا الموضوع، خلينا نجرب الآن. فيقول جربنا لمدة 3 أسابيع تحسنت حالتها، استمرينا يقول لمدة 4 أشهر عادت بحالة جيدة جدا. أنا نفسي جربت هذا الأمر مع صديق لي في دولة الإمارات، فلسطيني هو، أخوه أيضا أصيب بالسرطان، لأن الصراحة كنت أيضا أبحث في هذا الأمر في الإنترنت وأحط جانودورمال سيديوم كانسر، جانودورما كذا، ووجدت فعلا أبحاث من جهات جامعية مستقلة، راح تجدونها في الويب سايت هذا لمن يريد أن يبحث، تربط علاقة هذا الأمر بالسرطان وبالسكر وبالضغط وبأمور كثيرة، لأنه قالوا يعيد النشاط والوظائف الصحية. نفس الشيء أخوه هذا قالوا له حالتك ميؤوسة، فقلت له تعال أنا أيضا قرأت ومقتنع بهذا الأمر، شو رأيك تجرب هذا الأمر، جيب أحسن أنواع المياه النقية أو الصحية، أن أرقاها يعني، وضع هذه العبوة فيها وخضها واجعل أخوك يشرب في اليوم ما يستطيع، وإن كان حتى لو كل هذه العبوة. وفعلا الرجل جرب وتعرض ل6 جلسات كيميائية ولم يتساقط عنده شعر لا رأس ولا جفون، والله يشفي الناس من السرطان، لأنه أيضا يساعد في الجلسات الكيميائية. وبعد الجلسة السادسة قالوا له وضعك الآن جيد جدا وما تحتاج لأي جلسات كيميائية، وهذا أيضا أنا بنفسي. عموما أيضا في مواد مثل أدنوسين ومثل ما قلنا الساتوريتد فاتي أسيد، الدهون الغير مشبعة والأورجانيك، هذه جرمينيوم، هذه ترى تعطي اللمعان، أيضا مسؤولة عن اللمعان مثل ما ترون في هذا المشروم، هذا طبيعي، وأيضا من يتعامل مع المشروم راح يجد لمعان في وجهه. وأقول لكم قاعدة علمية، أي غذاء يفيد في داخل بطنك بشكل ممتاز وجيد جدا، إذا استخدمته أيضا في جسمك يفيد. ولذلك يمكن الأخوات هنا لما يذهبوا عند صالونات التجميل أحيانا يستخدموا البيض أو العسل أو الخيار أو الروب أو كذا، ولذلك ممكن أيضا هذا يستخدم قناع للوجه وللبشرة أيضا كما يمكن أن يوكل، ويفيد في هذه القضية ويعطي فوائد إيجابية حتى في التئام الجروح. أنا جربت مع معجون الأسنان وضعته على جروح وعلى حروق فأعطى نتائج أيضا إيجابية. لماذا؟ لأنه كل هذا يحتوي على المشروم، المعجون في مشروم، الصابون في مشروم اللي هو هذا المكون الرئيسي دائما نقول، الشامبو في مشروم، الزيت للتدليك في مشروم، المادة الرئيسية التي تؤثر على جسم الإنسان سواء في الخارج أو الداخل هي المشروم، ولذلك يعطي هذه النتائج الإيجابية. وكما قلت من يريد يستطيع أن يدخل في www.rishi.com راح يجد معلومات علمية كثيرة. وكنت أنا أضع جانودورما للسيديوم independent research لأنه قلت لكم المعلومات بالعربي قليلة، وأضع مرة USA ومرة أستراليا ومرة اليابان ومرة الصين، فوجدت أبحاث علمية كثيرة جدا تؤكد مثل هذه المعاني. ولذلك مرة أخرى هنا نقول أنه الجانو لا يعالج الأمراض مباشرة، وإنما يعين الجسم على مقاومتها، المقاومة الأميونو سيستم، المناعة. تذهب عند الطبيب أنت وغيرك أو أولادك أو زوجتك يقول والله هذا مناعته قليلة، فيعطيك كثير من الفيتامينات حتى تقوي هذه المناعة، ولذلك هذا الأمر يزيد المناعة. الجانو ليس بعقار طبي ولكنه عنصر غذائي كما قلنا، والغذاء علاج والغذاء دواء، وإذا أسأنا استخدامه ممكن يكون داء. الجانو يستهدف الصحة العامة
وليس أمراض بعينها، يتعامل مع جسمك مثل الموز والبرتقال، هذه تتعامل ترى مع كل جسمك مش مع شيء محدد في جسم الإنسان. لكن كما قلنا هذه القيم تختلف من منتج لآخر، وهذه مسألة خلقها الله في البشر وفي الحيوان وفي الغذاء وفي كل شيء، الميزات ليست واحدة وتختلف. هذه فقط عملية الاستخلاص. عادة ترى التجفيف يتم بدرجات الحرارة العالية عادة، لكن في تكنولوجيا حديثة الآن وتستخدم في بعض الدول، التجفيف يتم على طريقة التجميد ثم التجفيف، يعني ما تستخدم فيه الحرارة لأن الحرارة تؤثر على المنتجات الغذائية. ولذلك يقول لك لاحظ جميع المكونات الفعالة يتم الاحتفاظ بها عبر جميع المراحل حتى الناتج النهائي، لأن القيمة الفعالة تعتمد كيف يصنع هذا في مكان حار ومكان سيء يفقد قيمته ويفقد فعاليته. شوف هذا الأمر غني عن التعبير، للأسف طبعا أصبحت عاداتنا في الغذاء هي التي ترون، وما نقدر نغيرها بسهولة أبدا، صعب. تجد هذا الشبس الذي يقلى 5 أو 6 مرات، الله أعلم هل يغير الزيت أو لا يغير، وما هي نوعية الزيت، وهكذا كل هذه المواد. السندوتش هذا الضخم الكبير وهو الخبز الأبيض وليس الأسمر والمفيد ترى الخبز الأسمر. والآن حتى في أوروبا وأمريكا الأكلات السريعة عليها توعية شديدة جدا، لأنهم وجدوا أن هذه الأكلات السريعة تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية كبيرة جدا من السكريات والمواد المضافة والحافظة، فوجدوا أن الناس تنتفخ مثل البالون المنتفخ وتعرضت لكم هائل من الأمراض لأنها تفقد المناعة وتقلل المناعة، ولذلك عليها حملات كبيرة، ولو يستطيعوا لمنعوها، لكن لا هم يستطيعوا ولا احنا نستطيع، هذا واقع نتعامل معه. ايضا كما قلت في مواد مفيدة ولكنها اذا تعاطيناها بكثرة تؤذي الجسم ولا تجعل اعضاء الجسم تؤدي وظائفها ولا العمليات الحيوية تقوم بوظائفها، فيصبح عندنا جسد غير متوازن ومناعة قليلة جدا، وتبدأ زي ما قلنا تظهر الأمراض والأعياء. ولذلك المفهوم هذا مكون غذائي يعمل على تنشيط الوظائف في جسم الإنسان، الكبد والكلى وغيرها، وبالتالي هو يطرد هذه السموم خارج الجسم فتزيد المناعة وتحصل الموازنة كما قلنا، ويبدأ الشعور بالإحساس الجيد إن شاء الله. وهذا أيضا تجارب أنا بعضها مرت علي. هذه هنا المنتجات راح أمر عليها بسرعة. هذا المشروم وهو قلنا المكون الرئيسي، هو الأصل في هذه الشركة وفي أبحاث هذا الدكتور وغيره لمدة سنين. هذا هنا الشامبو الذي يحتوي على المشروم، أيضا هذا الشامبو يحتوي على المشروم، لكن واحد يعمل رغوة في البات وواحد للشعر. على كل حال هذا الصابون أيضا يحتوي على هذا المشروم أو هذا المشروم، وأيضا هذا معجون الأسنان ويحتوي على هذا المشروم، وعنده قيمة جيدة جدا لأنه مضاد للجراثيم والميكروبات والالتهابات، لأنه أيضا هذا المشروم نفسه مضاد. وجربوا على طبقين في مختبر، جابوا طبق فيه ميكروبات وطبق ثاني أيضا فيه ميكروبات، فأضافوا المشروم في طبق وما أضافوا في طبق، وجدوا الطبق اللي أضيف فيه المشروم قتل الميكروبات والجراثيم. أيضا هذه القهوة وهي تحتوي على المشروم. بعض الناس يقول أنه قد تكون القهوة والشاهي غير صحية مثلا، لكن لأنه هذه عادات عندنا فقال لك نضيف المشروم حتى الإنسان يحصل على هذه القيمة ويستفيد، علما أنه أيضا هناك أبحاث تقول أن الشاهي أو القهوة إذا أخذنا بكميات متوازنة أيضا هو يحتاج الجسم. هذه القهوة السوداء أيضا مضاف فيها هذا المشروم،
لأن الرجل كما قلنا يهتم بالمنتجات الصحية، فأتى بالمنتج هذا اللي هو المورنزي أو الميرندا استريفوليا، هذا اسمها العلمي، ومن يضع هذا أيضا في الانترنت في الياو في الجوجل راح يجد كلام كثير على قيمتها الصحية، لكن هذا لا يوجد فيه المشروم. فقط أضيف هذه أيضا الاسبرالينا وهي الطحالب الخضراء، أيضا من يريد يضع هذا الاسم ويجد فيتامين بي، فيتامين دال اي، لان ليش كما قلت لكم، لانه هو هذا الاصل، هو هذا العلاج، يعني هذه الامور. هذه هنا كاكاو من اجود وافضل الانواع، اضيف له ايضا المشروم، ممكن هذا يكون مثل الشوكولات للاطفال وللكبار وللصغار. وعندما نقول للاطفال، لانه للاسف الاطفال نسبه كبيره من الاطفال وحتى من الكبار يذهبوا بدون وجبه افطار، علما ان وجبه الافطار هي اهم وجبه للانسان، لانه الانسان عندما ينام ليلا في بعض الخلايا يتوقف نشاطها وبعضها يموت، فوجبة الإفطار تعيد التنشيط. لكن شوفوا اسألوا أنفسكم كم مننا يتلقى هذه الوجبة، أما أولادنا وبناتنا الصغار الله أعلم أنهم يذهبوا دائما بدون وجبة الإفطار. فهذه الأمور ترى مفيدة، تتعامل مع واقعك يعني على الأقل، هي ما لأن الواقع هذا ما تقدروا تتخلصوا منه. ولذلك خذوا ما قل وزنه وغلي ثمنه، هذا أيضا في نوع بسكر ونوع بدون سكر حتى يخدم مرضى السكر. هذا الزيت التدليك ممكن الإنسان يدلك جسمه، وفي قاعدة أيضا هامة، أي شيء تريد جسمك يستفيد منه، شعرك جسمك، اتركه ما بين 15 إلى 20 دقيقة. وعادة التدليك ممكن الواحد ليلا ويتركه طول الليل ويستخدمه كما يريد يوميا، يوم بعد يوم راح يشعر بفائدة. هذه كريم شجرة الشاي ما فيها مشروم، ولكن هذه يعني أيضا من الأشجار الطبيعية، رائحتها مثل الفكس هذا، وهي طبيعية ومفيدة أيضا وتقتل الميكروبات، ولكنها لا يوجد فيها المشروم. هذا الآن احنا انتهينا من الشق الصحي، الآن هذا هو الشق طبعا الصحي. ممكن الإنسان يشتري هذه الأمور ويتعامل معها صحيا، لكن في شق آخر كما قلنا وهو الشق الخاص بالتسويق الشبكي. التسويق الشبكي هو عبارة عن عضوية، قيمة هذه العضوية 200 ريال. بعبارة أخرى عندما نقول تسويق يعني بزنس أو ممارسة عمل تجاري. أي واحد فينا لو حاول يمارس أي عمل تجاري، أقل عمل تجاري قهوة فقط، تعمل الشاي والقهوة تكلفه أكثر من 10 إلى 20 ألف ريال، ولنقل 10 آلاف ريال، لا، أنت بالعضوية هذه اسمك رقمك الشخص الذي عرفك تستطيع أن تمارس التسويق الشبكي. أنا هنا وأنتم هنا، لم ندفع إيجار كما قلت في هذا المكان، ولا استخدمنا أحد بالفيز ولا كذا، مجرد عضوية بمئتين درهم تحصل على 81 نقطة. ونظام النقاط ترى الآن أصبح موجود في كثير من المحلات، لكن ليس التسويق الشبكي. في الطيران تركب يعطوك نقاط، بعد مدة يقول لك أنت درجة أولى أو كذا، أيضا تأخذ تدخل في بعض محلات يعطوك نقاط ويحصل تخفيض، فأنت هنا تحصل على التخفيض. ولكن التسويق الشبكي هو بناء من اسمه شبكة، شجرة، الشجرة هذه ليس لها حدود، يعني ممكن تبدأ من جيزان إلى الخبر، وتنتقل من الخبر إلى البحرين وإلى قطر وإلى سلطنة عمان وإلى الكويت وإلى أمريكا. أي صديق أو قريب أو أخ لك أو جار تقول له والله هذا رقمي وأنا مقتنع صحيا بالمنتج هذا، جربه فقط
وإذا رغبت تشتري هذا رقمي اشتري تحت رقمك، وإذا رغب يشترك تقول له اشترك وهذا رقمي ويشترك تحت رقمك. فهذه العملية لها فوائد، وأنا أعرف ناس في الإمارات الآن وصل دخلهم الشهري 25,000 درهم شهريا. وقابلت فلبيني عنده قصة نجاح ممكن أي إنسان يعملها، يقول دعانا أخي قبل 11 سنة إلى أمريكا في زواج في ولاية فلوريدا أو كاليفورنيا لا أذكر، وكان مشترك في هذه الشهر. فدعانا يقول إلى الزواج، بعد الزواج نظرت هكذا في القاعة فحاولت أخذ 5 أو 4 أشخاص أنا أسميهم الرواحل مش النطيحة أو المتردية، اللي يؤمن بالصحة ويؤمن أنه أيضا ممكن يدخل مال. فقال قلت لهم أريدكم نصف ساعة وأنا اخترتكم من بين هذه المجموعة، فتحدث معهم وأقنعهم ودخلوا وأصبحوا أعضاء تحته. قال لهم هل الأسبوع القادم تجيبوا لي 4؟ قالوا لا نجيب أكثر. قال لهم لا فقط أريد 4، ولكن الواحد ب100 أو ب1000 أو كما نقول، حتى لأنه يسعى كان للشبكة. الآن هذا الرجل كل الولايات المتحدة الأمريكية الذي رأيت الاستهلاك الكبير فيها دخلت تحت هذا الفلبيني، وكان راتبه في الفلبين 400 ريال سعودي. سألته بأمانة قال لي دخلي الآن 45,000 دولار أمريكي في الشهر. ترى التسويق الشبكي في العالم حجمه $trillion. التريليون عارفين كم؟ 1,000,000,000,000، يعني حجم كبير جدا، لأنه التسويق يدرس الآن في الجامعات بكالوريوس وماجستير وأعلى من هذا. ومن يضع MLM راح يجد اختصار هذا للتسويق الشبكي باللغة الإنجليزية، راح يجد كم مهائل من المعلومات. والتسويق الشبكي في المنتجات الصحية عليه إقبال كبير جدا. لماذا؟ لأنه الناس تعاني من ضغط، من سكر، من سرطان، من صداع، من إمساك، من كذا، ولذلك وجدوا ضالتهم بشكل كبير جدا في هذه الأمور. ولذلك هنا يقول لك لا مخاطر، خالي من الضغوط، 200 ريال تبدأ التسويق الشبكي، ما له حدود زمنية أطلاقا، في نظام تراكمي، مبدأ عالم واحد، سوق عالمي، تستطيع أن تدخل. ولذلك عندي تجارب في الإمارات، بعضهم دخلوا في الصالونات وأقنعوهم أنه الشامبو وفي منه أيضا عطر وفي منه كذا وفي منه كذا، وأقنعوا كم صالون وتعاملت وكسبوا نقاط. بعضهم واحد كسب مدرب برازيلي وأقنع 3 أو 4 مدربين برازيليين. واحد أعرفه عنده كافيه انترنت بدأ يقدم الشاي والقهوة وبدأ يقنع الناس ويكسب نقاط ويقنع الناس بالعضوية وهي الأفضل. لماذا؟ لأنه شوفوا الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق الشبكي. التسويق التقليدي هنا المصنع، هنا الموزع، هنا تاجر الجملة، يعني هنا ممكن يكون الوكيل، هنا تاجر الجملة، في أيضا غير تاجر الجملة تاجر الموزع، ممكن حتى يكون ثم المستهلك. عملية طويلة زائد الدعاية والإعلان. الدعاية والإعلان ترى لا تستقل الدعاية والإعلان. أحد المشروبات الغازية دعايته على مستوى العالم 2,000,000,000,000 دولار، يعني تأخذ جزء كبير، لأن الدعاية والإعلان ترى هي التي تشكل عقلنا، تشكل ماذا نلبس، ماذا نأكل، شو نوع العطر. تجد بعض الناس حتى القميص البراند نيم هنا وهو منظر قد لا يكون جيد، لكن احنا ايضا نقبل على ماركات احيانا، وهذه ما تتشكل الا من خلال الدعاية والاعلان. عموما الدعاية والاعلان في التسويق الشبكي تعتمد على الفم، mouth to mouth، من الفم الى الفم. ولذلك نقول للناس جربوا المنتج ثم تحدثوا عنه للإنصاف. جرب المنتج شهر شهرين ثلاثة، اشترك وجرب واشتري ثم تحدث عنه. اقتنع من الناحية العلمية ومن الناحية الصحية مثل الكلام الذي أقوله، ومن يريد أيضا أن يتوسع يدخل في الويب سايت راح يجد أكثر من هذا بكثير. هذا هو التسويق. وعندما تتكلم بفمك في التسويق العادي التقليدي ما تحصل شيء مقابل هذا، لا،
التسويق الشبكي في مقابل. عموما هذا برضه هو تكرار لهذا الأمر، هذا هو التسويق متعدد المستويات الـ MLM كما قلت، ويعتمد على الدعاية الشفهية. لا توجد مخاطر، مخاطره فقط 200. خطة الدخل إما أنك تشتري وتبيع وتحصل نقاط، أو مشتريات شخصية فقط وأيضا تحصل نقاط، أو عمل المجموعة وأنا أفضله وهو العضوية، وعمل شبكة والتعاون بين اللي فوق واللي تحت، ممكن هذا يعطي نتائج كبيرة جدا. هذه أنا عادة ما أدخل فيه حفاظا على الوقت، ولكن من يريد أن يدخل في التسويق الشبكي يقول لك أنت مؤهل للحصول على دخل الشهر فقط إذا حافظت على 70 نقطة. يعني اشتريت بما يقارب 130 ريال وعندك أكثر من 20 أو 15 منتج، ليس صعب، والأسرة ليس صعب إطلاقا، لأنه ما في أحد ما يستخدم القهوة، ما في أحد ما يستخدم الشاهي إلا ما ندر، ما في أحد ما يستخدم الشامبو، ما في أحد ما يستخدم الصابون، ما في أحد ما يستخدم العطر، ما في أحد ما يستخدم البودرة. فأمامك فرصة كبيرة جدا، والسبعين نقطة ليست كبيرة، وإذا اقتنعت صحيا أعتقد أنك راح تحافظ على 70 نقطة. والصحة أغلى شيء، وإحنا نقول يا أخوة درهم وقاية خير من قنطارة علاج، لكن أحيانا والله نتردد، نخسر في الموبايل 400 و300 و500، وكل واحد يعمل هذا الموبايل وكل واحد يخسر 200. لكن عندما نأتي للصحة ممكن يقول لك الإنسان هذا غالي. ومرة كنت في سوق الفواكه ما أخفيكم، فوجدت واحد يبغى يشتري مانجا وتردد، قلت له ليه ترددت يا أخي؟ قال ب20 أو 15 ريال. قلت له ممكن تعد هذه المانجا؟ عدها. قال لي في 20 حبة. قلت له طيب أنت بتروح الآن من هنا، أعتقد عين الحكمة فهذا أفضل، فأنت راح تتسلق بسرعة في هذه المراحل، وممكن خلال 10 أشهر أو سنة تحصل على دخل مش أقل من 6000 ريال سعودي إذا عطيت مجهود في يومك 10% فقط، وعندنا من الأوقات الكثيرة ما نضيع. هذه ترى في حوافز من الحوافز، إذا وصل الواحد النجم الياقوتي يعطوه موبايل ب850 ريال، وأيضا تذكرة سفر إلى ماليزيا إذا حصل على 5 تحته بحوالي 6000 ريال أو 5800. وترى الأمر بعينك كما رأينا، رأينا المزارع والمصانع والجودة العالية والمختبرات والخبراء، وزادت قناعة الإنسان. هذه حوافز، نقصد الحوافز غير الدخل الذي يأتيك من الشبكة. في فرق بين الحافز، ممكن دخلك من الشبكة يكون 20,000، فهذا حافز يعطى شهرياً بس بمعدل 2300 كأقصى حد. وأيضا تدخل شريك في الشركة بحسابات خاصة بنسبة 1.5%. وهكذا عندما تصل ماسي نظام الأرباح 3%، ونظام الحافز المنزلي الشهري بقيمة 4000 درهم، ولكنه حد أقصى حسب المجموعة التي تحتك، ما يزيد على 4000، وتتحكم في هذا المجموعة. هنا هذا المثال، يعني يقولوا لك لنفترض أنك دعوت شخص كل أسبوع، كل أسبوع ركزت على شخص واحد فقط من الرواح، في 12 أسبوع راح يكون عندك 12 شخص. لو عمل كل واحد من الأشخاص مثلك دعا 12 أو قول حتى 10 أو 7 أو 6 أو كذا، يقول لك كيف أنت راح تصل في الشهر الثالث والرابع والخامس والسادس مبلغ خيالي وهو 160,000. صحيح هذا المبلغ صعب لأنه يحتاج مجهود 100%، وهذا شبه مستحيل، لكن كما قلت لنفترض أنك فقط عملت بمجهود 10%، 157 يعني 15,000. لو عملت فقط 5% تحصل على 6000 التي قلتها بالإضافة للحوافز إن شاء الله. شوفوا العبارة هذه مهمة جدا جدا،
التسويق الطبقي لن يجعلك غنيا بسرعة. شوفوا قال غني، ما قال يعني تحصل دخل، لا، غني بسرعة ولكن غني بالتأكيد. وكثير تعاملوا مع التسويق الشبكي وخصوصا الصحي، ويقول مؤسس الشركة أنه من خبرته بين 3 إلى 5 أو 7 سنوات ممكن الإنسان يكون مليونير، لكن عليه أن يصبر ويقرر أن يكون إنسان ناجح ويعطي شيء من الوقت، وعليه أيضا كما ترون هذا المنبر أن يتعاون، يعني يتكافل مع اللي فوقه مع اللي تحته، وهي من المسائل المهمة. يعني أنا اللي تحتي التعاون معهم أيضا، أحاول أتصل بهم، أحاول أعطيهم معلومات أكثر، وهذه من المسائل المهمة. أحاول أيضا أنه حقيقة أحيانا تجد بهذه تحت الذي تحتي، لأنه التسويق الشبكي في الشركة هذا يعتمد على نظام الإزاحة. إذا أنا أخذت بيد التي تحت الذي تحتي يرتفع ويرتقي وأنا أرتقي وهكذا. هذا حبيت ما أقول لكم وشكرا. والآن إذا أحد عنده أسئلة أو استفسارات يعني بما أملكه من معرفة مستعد للإجابة وشكرا. تفضل يا أخي الكريم. تفضل.